تازة نعمة اللي أختها قطعاها الصغيرة، ويعني في خصام هي مقطعة الناس كلها وهي بتحاول تكلمها وهي لا تكلمها. افعلي الخير، أنا بعمل الخير، أؤجر عليه ولا لا أؤجر عليه؟ أؤجر على الخير الذي أقوم به وأبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وعليك أنك تسألي ربنا، أدعي ربنا بصلاح الحال، أدعي ربنا بصلاح الحال، ده لازم يعني. وأدعي لها أن ربنا يعني يصلح حالها، وما خدش نية قطيعة. وليس الواصل كما أخبرنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الصلة الحقيقية لما أنا اللي قدامي من صلة الرحم بتاعتي يقطع العلاقة وأنا أوصلها، وأصمم على ذلك وأدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الأحوال.